أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والمودة. أهلا وسهلا بكم في قناة سوق الحكايات والقصص. قصتنا اليوم بعنوان الأميرة وملك الغابة، وهي من القصص الخيالية المثيرة والمعبرة. أرجو أن تنال إعجابكم. ضع السماعات، أغلق عينيك واستمع. كان يا ما كان في قديم الزمان وفي سالف العصر والأوان، ولا يحلو الكلام إلا بذكر الرحمن والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام. نتحدث اليوم عن مملكة بعيدة وتسمى مملكة النعمان، وفي القلب منها تجري العديد من الأنهار الزرقاء، وتمتد الحقول الخضراء، وترتفع الجبال الشاهقة من جهة الجنوب والشمال نحو السماء، وتنتشر الغابات الخلابة جهة الشرق والغرب، ويقع قصر مهيب في منتصف هذا المشهد الساحر، وحوله البيوت الجميلة ذات الطراز المعماري الرائع. في هذا القصر عاش السلطان سمعان بن حمدان حفيد السلطان النعمان. كان القصر عظيما يليق أن يكون مقر إقامة السلطان الحاكم العادل، والذي يتربع على عرش المملكة. عرف عن مملكة النعمان الثراء والازدهار، وعاش على أرضها الطيبة شعب في سعادة ورفاهية، ما بين أعمال الزراعة والتجارة والصيد في الأنهار. فكانت المدينة مزدهرة حول هذا القصر عامرة بأسواقها المزدحمة، وبالباعة والمحلات التجارية والأماكن الترفيهية. في صباح يوم جميل من هذه الأيام الصيفية، غادرت قافلة تجارية بسيطة تحمل العديد من البضائع والهدايا من قصر مملكة النعمان، واتجهت نحو الغابة الشرقية في رحلة خاصة بأمر وتكليف من السلطان سمعان إلى مملكة الزمرد. وعندما أصبحت الشمس في كبد السماء، كانت تلك القافلة تسير في طريق محدد لها بين الأشجار الوارفة وبداخل هذه الغابة الكبيرة. استمرت القافلة تسير في سرعة متوسطة، يقوم على حراستها عدد من الفرسان بصحبة التاجر هارون، والذي كان يتقدم القافلة تارة ثم يعود إلى آخرها تارة أخرى. وقبل المغيب قرر التاجر هارون أن يتوقف ليريح الخيول والفرسان، وأن يقضوا ليلتهم في منطقة معتدلة ومناسبة للتخييم بين الأشجار. وبالفعل ما هي إلا دقائق حتى كانت القافلة قد توقفت، وبدأ كل من فيها يمارس مهامه من نصب الخيام الصغيرة وإشعال النار لتحضير الطعام وطرد الحيوانات المفترسة. كان الارتباك جليا على التاجر هارون عندما تسلل إلى عربة من العربات دون أن يراه أحد، والتي كانت تحمل أكياسا كبيرة، وبدأ يتحسس موضعا ما بعينه. وفجأة ومن بين تلك الأكياس ظهرت فتاة وسيمة، ونظر التاجر حوله مرة أخرى ثم قال بصوت هادئ مضطرب: لا يوجد الكثير من الوقت، يجب أن تصلي إلى المدينة وقبل أن يشتد الظلام. خرجت الفتاة بهدوء في مرونة وسرعة من تلك العربة، وهي تبتسم شاكرة لهذا التاجر، والذي أشار بيده وقال: هذا الاتجاه يؤدي إلى المدينة، لديك ما يكفي من الأموال، أليس كذلك؟ عليك أن تذهبي إلى خان العم عيسى، وهناك يمكنك التخفي لمدة أسبوع إلى أن أعود. في سرعة تحركت هذه الفتاة باتجاه المدينة، وهي تركض خوفا من أن يراها أحد الفرسان أو أحد أفراد القافلة. بينما أعاد التاجر هارون غطاء العربة وراح يكمل مهامه،
لقد قطعت القافلة مسافة كبيرة في داخل الغابة، وكان ذلك أثناء النهار، والآن عليه أن يقطعها عائدا ما بين الغروب والعشاء. تحركت الفتاة بسرعة دون مهارة، وظلت تسير بين الأشجار في خوف ورهبة، وعيناها تترصد الأشجار من حولها، والقلق يدب في قلبها، فالليل قد أوشك والظلام بدأ يتسرب شيئا فشيئا. ظلت تسارع الخطوات على الرغم من الجوع والتعب، وأخيرا لم يتحمل جسدها الضعيف فسقطت وقد فقدت الوعي تماما. وكان آخر ما سمعته صوتا ما يقترب منها. بعد فترة من الزمن فتحت الفتاة عينيها في صعوبة لتجد نفسها على فراش غريب بين جذعين من الأشجار. حاولت أن تحرك رأسها يمينا ويسارا لتستكشف مكانها، وأدركت أن الليل قد حل وأن هناك من قام بإحضارها إلى هذا المكان الغريب. حاولت الفتاة أن تتحدث وقالت: أين أنا؟ ومن أحضرني إلى هنا؟ وفجأة جاءها صوت من أعلى الشجرة ويقول: من أنت أيتها الفتاة؟ وما الذي جاء بك إلى غابتي؟ نظرت الفتاة إلى مصدر الصوت، والذي كان من شاب قوي مفتول العضلات يرتدي ملابس تبرز عضلات جسده وتسمح له بالحركة في ليونة ومرونة عالية. تعجبت الفتاة من تعلق ذلك الشاب في الشجرة كالقرود، وانتفضت من مكانها مرتعبة لتقول: من أنت أيها الشاب؟ أرجوك لا تقترب مني، أنا لا أملك سلاحا، لدي نقود كثيرة، إن شئت خذها، ولكن لا تؤذيني، فقط دعني أعيش وأرحل من هنا. تحرك الشاب القوي في مهارة بالغة لينزل عن الشجرة، وألقى بكيس النقود تحت أقدامها وقال: هل تقصدين هذه النقود؟ خذيها، أنا لست بحاجة لها، ولكن ماذا تفعل فتاة مثلك في غابتي؟ ولماذا ترتدين تلك الملابس الرثة القديمة مع أنك تبدو لي أنك متخفية وليست هذه حقيقتك؟ هنا أدركت الفتاة أنه لا فائدة من التخفي والتنكر، والتقطت كيس النقود وقالت: ماذا تريد إذن؟ وماذا تقصد بقولك أن هذه غابتك؟ هذه الغابة تابعة لمملكة والدي. توقفت الفتاة عن الكلام وقد أدركت أنها أوقعت بنفسها وبلسانها وكشفت عن حقيقتها. ابتسم الشاب القوي وقال: إذن أنت الأميرة ريهام ابنة السلطان نعمان، كان يجب أن أتوقع هذا، ملامح وجهك النبيلة وقدك النحيف يدلان على أنك أميرة فعلا، ولا توجد لدينا في مملكة النعمان إلا أميرة واحدة، ولكن لماذا هربت من قصر أبيك؟ وإلى أين تتجهين؟ ظهر الغضب على وجه الأميرة ريهام وقالت: هذا ليس من شأنك، فقط دعني وشأني. تبسم الشاب وقال بهدوء: حسنا، يمكنك الذهاب حيثما شئت، أنا لم أقم بمنعك، بل عثرت عليك فاقدة الوعي بين الأشجار، وكنت قد أعددت لك طعاما لتستعيدي عافيتك، ولكن يبدو أنك في عجلة من أمرك، هيا اذهبي إلى أي مكان تريدين، الغابة أمامك ولا توجد بوابات ولا أسوار. حاولت الأميرة التحرك مبتعدة، لكنها توقفت تنظر إلى ذلك الشاب القوي والذي منحها ظهره، وتوجه ناحية النار التي وضع فوقها إناء والبخار يتصاعد بكثافة وكان يحمل معه رائحة شهية. شعرت الأميرة بالجوع ومع تلك الرائحة التي بدأت تداعب أنفها ومشاعرها، بدأ عقلها يحدثها أن الظلام قد حل
ولا يمكنها المسير دون دليل، إنها لا تعرف الاتجاه إلى المدينة. فعادت إلى الشاب وقالت في صوت المستسلم: عذرا أيها الشاب، ربما تعاملت معك بصورة فظة ولا تليق. لقد شعرت بالفزع والرعب ولم يعمل عقلي لتقييم الموقف. أنت أنقذتني في هذه الغابة وحميتني من الوحوش والضواري، هل تسمح لي ببعض الطعام وأن ترشدني بعد ذلك إلى الطريق الصحيح؟ وسوف أعطيك مقابل ذلك ما تريد من الأموال. قال الشاب دون أن ينظر لها: حسنا، لقد قبلت اعتذارك، يمكنك الآن الجلوس وسوف أقدم لك بعضا من هذا الحساء والذي أعددته لنفسي، ويمكنك المبيت هنا الليلة، وفي الصباح سوف أساعدك، ولكن عليك أن تخبريني لماذا فررت من القصر؟ جلست الأميرة ريهام إلى جوار هذا الشاب وهي تنظر إلى القدر الموضوع على النار والحساء الشهي. نظر إليها الشاب وقال وهو يبتسم: حسنا، يمكنك أن تتناول الطعام أولا قبل أن تسردي حكايتك. بالمناسبة أنا ضرغام، أسد الغابة وملكها. وللمرة الأولى التي تشعر فيها الأميرة ريهام بالطمأنينة منذ أيام، وأخيرا قالت: وأنا الأميرة ريهام. وما هي إلا دقائق حتى كانت الأميرة تتناول من طعام ضرغام بنهم وتسترد الكثير من الحيوية والنشاط. وبعد ذلك بدأت تتحدث وتحكي عن السبب الذي دفعها إلى الهروب من القصر بمساعدة التاجر هارون، وقالت: منذ نعومة أظافري علمت أنني الأميرة الوحيدة والابنة المدللة للملك سمعان، الحفيد الأكبر لمؤسس مملكة النعمان. ولدت في القصر وسط الرفاهية والثراء، ولم يكن لدي أي اهتمامات أو واجبات أعاقب عليها، بل كنت أعيش حياة رخاء ودلال، كل رغباتي تتحقق على الفور. ولكن منذ أيام قليلة بدأت أدرك أن حياة الرفاهية والتي حصلت عليها لم تكن بالمجان، بل هي في مقابل أمر ما. وبمجرد أن بلغت 18 منذ شهرين استيقظت على أمر من والد السلطان بالتجهز للزواج من الأمير حسن حفيد سلطان مملكة الزمرد. علمت أن أبي قد قرر زواجي من هذا الأمير الجاهل المغرور منذ وقت طويل جدا، وكأنما كنت مجرد صفقة قام بها. حاولت التحدث مع أبي ولكن دون جدوى، ولذلك قررت الهروب بمساعدة هارون التاجر المعروف. قال ضرغام وهو يتساءل: كيف ساعدك؟ ردت الأميرة وهي تبتسم: ربما لا تعلم، ولكن هارون هو ابن عم والدي وقريب والدتي الراحلة، وهو من المقربين لي، كما أن ابنته ياسمين صديقتي الوحيدة والوصيفة. قد ساعدتني على التخفي ولبست تلك الملابس واختبأت بين الأكياس في عربة البضائع والذاهبة إلى مملكة الزمرد. وغدا سوف تخرج ياسمين وهي ترتدي ملابسي للذهاب إلى مملكة الزمرد. تساءل ضرغام وقال: إذن فسوف تتزوج الوصيفة ياسمين من ذلك الأمير، أليس كذلك؟ وماذا عنك؟ قالت ريهام في براءة وسذاجة: نعم، وإنها تضحية كبيرة منها وشجاعة، ولن أنسى فضلها معي. كان من المفترض أن أهرب إلى خان العم عيسى حتى يعود عمي هارون خلال أسبوع. صمت ضرغام يفكر ثم قال: اسمحي أن أقول لك أيتها الأميرة أن هناك خدعة ما في كل ما تقولين، ويبدو أن هنالك سر. إن كانت نية هارون سليمة كما تدعين
فلماذا توغل في الغابة كثيرا وبعد ذلك يطلب منك العودة وحيدة دون سلاح، دون فرس أو حتى حمار؟ تلك الخطة تبدو لي كما لو كان يريد التخلص منك. فزعت الأميرة من كلام درغام وقالت: كيف تقول هذا؟ إنه عمي ووالد صديقتي الوحيدة. رد عليها درغام وقال: وهذا أمر آخر يؤكد على أن هناك مؤامرة. كيف يوافق الرجل على تعاسة ابنته وأن يزوجها لشخص كما تقولين أنه غبي وجاهل ومغرور؟ تلك التضحية لا تروق لي. نظرت الأميرة في حيرة إلى درغام وحاولت أن تجد مبررا أو حجة، ولكنها عجزت تماما عن ذلك، فقالت وهي تشير إلى المكان: وأنت يا درغام، ما هي قصتك؟ ولماذا تعيش هنا في قلب الغابة؟ ومن أي مكان أنت؟ تبسم درغام وقال: أنا ملك الغابة، أنا ملك الغابة وكفى. تقربت منه الأميرة والفضول على ملامح وجهها وقال: يكفي أن تعلمي أنني من مملكة الزمرد، تعرضت والدتي لظلم وافتراء شديد فهربت من المملكة وعاشت في كوخ بسيط على أطراف الغابة. تعلمت منها كل شيء، فقد كانت والدتي رحمها الله ذكية وحكيمة، وعندما كبرت عملت نجارا لفترة من الزمن في مملكة الزمرد. وعندما عرف الناس والدتي وسمعوا الافتراء والبهتان عنها تخلوا عني وطردوني من السوق، فهربنا مجددا أنا وأمي إلى أعماق الغابة حيث توفيت وأكملت حياتي هنا. قالت الأميرة: مسكين يا درغام، ولكن لماذا لم تذهب لكي تعيش في مملكة والدي؟ إن مملكة النعمان لا يظلم فيها أحد. رد درغام وقال: لقد تعودت على العيش في الغابة، تلك حياتي الآن وأنا سعيد فيها ولا ينقصني شيء سوى. سكت درغام ولم يكمل كلامه، وظهر على ملامحه التأثر والأسى، ففهمت الأميرة أن درغام يفتقد والدته ويشتاق لها، فصمتت احتراما لحزنه وذكرياته مع والدته. مر الوقت سريعا، وأخيرا أوت الأميرة إلى النوم في ذلك الفراش المريح الذي أعده لها بداخل ذلك العرين الخاص به والذي يسكنه درغام في قلب الغابة، بينما قرر أن ينام في الخارج على ذلك الفراش المعلق. في اليوم التالي وعندما استيقظ درغام سارع لتحضير طعام الإفطار والعناية بالمكان حتى نهضت الأميرة ريهام لتجد الطعام في انتظارها وملابس نظيفة مناسبة لها. قال درغام إنها كانت ملابس والدته الراحلة، وبالفعل قامت الأميرة بارتداء هذه الملابس وتناولت طعامها لتجد درغام يقول لها: هل لديك خطة يا أميرتي؟ قالت الأميرة في حيرة: لا أعلم يا درغام، في الحقيقة أني أشعر بالارتباك بسبب الكلام الذي ذكرته البارحة، وكنت أعتقد أن عمي هارون وياسمين يقدمان لي الدعم والحرية، أما الآن فلا أعلم. قال درغام: إذن اسمعي لي يا أميرة، لقد ذكرت أن اليوم سوف تخرج ياسمين الوصيفة في موكب خاص لها إلى مملكة الزمرد، ما رأيك أن نتابع سويا هذا الموكب ونسير خلفهم ونبصر بأنفسنا ما يحدث لنعلم ما هي خطة هذا التاجر والذي تركك وحيدة في الغابة؟ لم تعلم الأميرة ريهام عن سبب ذلك الشعور بالإطمئنان والرضا والثقة في درغام، ولكنها شعرت وأن القدر قد أرسل لها حارسا يحميها في هذا الوقت، ولذلك وافقت على أن تتبع درغام. جمع درغام حاجاته الضرورية
والكثير من الأدوات، وفوجئت الأميرة ريهام أن لدرغام بغلة يرعاها في مكان قريب، وضع عليها ما يريد وسرجها للأميرة. وهكذا بدأ درغام والأميرة وثالثتهما البغلة في هذه الرحلة إلى مملكة الزمرد، يتبعون موكب الوصيفة ياسمين والذاهب للزواج هناك. وبالفعل أصبحوا على مرأى ومسمع من هذا الموكب المهيب العظيم الذي لم يلتفت لزوجين عليهما ملامح الفقر. تحرك درغام والأميرة سريعا ودخلا إلى المدينة، وبدأ يبحث عن خان بسيط من خلال الأموال التي كانت مع الأميرة. قام بحجز غرفة، وقد أودع البغل في إسطبل الخان، وقد علم أن السلطان سوف يقوم بخطاب هام اليوم في الرعية والشعب. تهيأ درغام والأميرة ريهام للاستماع إلى خطاب السلطان ياقوت، والذي وقف في شرفة القصر يطل على الجماهير الحاضرة وقال بصوت مرتفع: أيها الأحباب، اليوم يوم الحساب. يوجد على الطرف الآخر من غابتنا الغربية مملكة النعمان، وبكل تأكيد كلكم تعلمون هذا. أما ما حدث من تلك المملكة منذ 20 عاما تقريبا فهو سر لا يعلمه إلا أهل القصر فقط، واليوم هو يوم كشف الأسرار وكشف الحقائق. لقد حاول والدي رحمه الله أن يضمن وحدة مملكة النعمان ومملكة الزمرد، ولذلك أصر على أن يزوجني بشقيقة الملك نعمان وهي الأميرة نورهان، وتم الزواج هنا. ولكن ويا للأسف، لقد وصل إلى علمنا وكشفنا أنها قامت بجرم كبير، وتم طردها من القصر في الحال، وكادت المملكتان أن تسقطا في براثن حرب وعداء. ولولا أن اجتمع الملك حسان وتعهد أن تكون أميرة مملكة النعمان القادمة زوجة لولد الأمير، لكن الآن قد اشتعل الغضب والغيظ على مملكة النعمان، وانظروا ماذا حدث. لقد هربت الأميرة ريهام من الزفاف والالتزام بالمعاهدات والصلح بين المملكتين. نظر درغام إلى الأميرة ريهام والتي تقف بجواره لا تكاد تصدق ما تسمعه وتلك المفاجآت والتي تنهال على رأسها. تابع السلطان ياقوت بكلامه وقال: ولكن لا تحزنوا يا أبناء شعبي، لقد كان التاجر هارون خير صديق لنا، وقد أبدلنا الله خيرا مما ضاع منا. في البداية كان التاجر هارون هو من كشف جرم الأميرة نورهان لنا، والآن هو من كشف لنا هروب الأميرة وقدم ابنته لنا زوجة لولدنا طالبا المعاهدة والأمان معنا. ولهذا فقد قررنا أن يكون الليلة زفاف الأمير حسن إلى الأميرة ياسمين ابنة هارون، وبعد أسبوعين سوف يتوجه جيشنا المبارك ليسترد حقه من مملكة النعمان، فلا يمكن أن نصمت على غدر السلطان وجرائمه المتتالية. هلل الشعب يوافق كلام السلطان ياقوت وإعلان الحرب، بينما سقطت السماء على رأس الأميرة ريهام والتي كادت أن تفقد توازنها وتقع أرضا، لولا أن أمسك بها درغام وعاد معها إلى الخان. بعد فترة قصيرة كانت الأميرة ودرغام في الحجرة يفكران في الأمر وكيف حدث هذا. قالت الأميرة: لم أكن أقصد أن يحدث هذا يا درغام، انظر ماذا فعلت بهروبي، لقد أشعلت حربا بين مملكتين، لقد ألقيت والدي في الهلاك بسبب غبائي. أخذت الأميرة تتحدث بكلمات تصف قلة تدبيرها وحكمتها، وبعد أن هدأت قليلا قال درغام: هوني عليك أيتها الأميرة، وأقسم
لقد وقعت أنت ووالدك وحتى السلطان ياقوت ضحية لحيلة قذرة قام بها ذلك هارون. لقد تكشفت لي الحقيقة كلها يا أميرة، وعلينا أن نمنع تلك الحرب بكل وسيلة ممكنة. قالت الأميرة والدموع تملأ عينيها، كيف نمنع تلك الحرب؟ وما هي تلك الحيلة والحقيقة التي عرفتها؟ بدأ ضرغام يحكي هنا ما قد أخفاه سابقا، وقص على الأميرة كل شيء يعلمه، وكيف أن هارون التاجر قد قام بخداع الجميع. كانت الأميرة ريهام تستمع إلى ضرغام وجسدها يرتعش وهي تسمع الحقيقة. وأخيرا قالت باضطراب، ولكن كيف يمكننا أن نكشف كل تلك الأكاذيب؟ قال ضرغام، لا توجد غير طريقة واحدة، وأنت وحدك من تستطيعين ذلك. في المساء تجمعت المملكة كلها في ساحة القصر الكبيرة احتفالا بزواج الأمير حسن إلى ياسمين ابنة التاجر هارون. وبينما وقف الشعب والرعية صفوفا عريضة وجماهيرا غفيرة أمام المنصة والتي جلس عليها الملك ياقوت والتاجر هارون وثلة من المستشارين وكبار الدولة، بينما وقف الأمير حسن وإلى جواره ياسمين والحكيم يتحدث عن الزواج. وما إن قال الحكيم كلمته المعهودة، اليوم يجتمع هذان الاثنان أمامكم للزواج، ونسأل الله أن يبارك لهما في زواجهما. تفاجأ الجميع بصوت عال من ضرغام من بين الحشد ويقول، هذا الزواج باطل، لا تكملوا هذا الزواج. ارتبك الجمع والحضور، ونهض الجميع وارتجف كل من في المكان، وقد جالت عيونهم ليروا من صاحب هذا الصوت. وفجأة تقدم ضرغام إلى المنصة ومن خلفه الأميرة ريهام. وبمجرد أن صعدا إلى المنصة قال الحكيم، ولماذا تدعي أن الزواج باطل يا هذا؟ قالت الأميرة ريهام وهي تكشف عن وجهها، أنا الأميرة ريهام ابنة سلطان مملكة النعمان، وأنا لم أهرب، بل لقد تعرضت للخديعة والخيانة وكاد أن يقتلني ذلك الرجل. وأشارت الأميرة إلى هارون التاجر والذي انتفض بغضب وقال، هذا كذب وافتراء، أنا لا أعرف تلك الفتاة. تقدمت الأميرة ريهام من ياسمين وقالت بثبات، هل أنا كاذبة يا صديقتي الوحيدة؟ هل أنا الأميرة ريهام أم لا؟ طأطأت ياسمين رأسها في الأرض وقالت بصوت منخفض، نعم، بل أنت هي الأميرة ريهام. قال الملك ياقوت بحزم وقوة، كفى، لتتوقف هذه المهزلة، يا حراس أحضروا هذين الاثنين إلى الداخل. وبالفعل بدأ الحراس في التعامل ويصرفون الجمهور الحاضر، وما هي إلا دقائق حتى كان السلطان ياقوت على عرشه في القاعة الملكية، وبجواره الأمير حسن ووزيره المؤتمن، وفي المقابل منهم التاجر هارون وابنته ياسمين وضرغام والأميرة. وعلى الفور قال السلطان، إذن أنت الأميرة ريهام، والذي كان من المفترض أن تكوني زوجة للأمير حسن، احكي لي ما الذي حدث معك. قالت الأميرة ريهام وهي تنظر إلى ضرغام، مولاي السلطان، قصتي وحكايتي قد ذكرتها أمام الناس، ولكن الدلائل والبراهين وما سوف يؤكد ادعائي وكلامي هو هذا الشاب بجواري ضرغام ملك الغابة. نظر الجميع إلى ضرغام والذي تقدم وأظهر الاحترام للسلطان وقال، منذ 20 عاما يا مولاي، ويعيش في كنف هذه المملكة ثعبان سام خطير يبث السم ويقلب الأمور. لقد بدأت القصة
منذ قرار الملك نعمان ووالدك بزواجك من الأميرة نورهان لمصلحة المملكتين. كان هذا القرار بالطبع مصلحة كبيرة وعظيمة لنا جميعا، وهذا ما كان لا يرجوه هارون التاجر الذي طالما كان لديه رغبة في الحكم والسيطرة وفرض النفوذ. أخبرني يا مولاي السلطان، كيف تمكنت من معرفة أن الأميرة نورهان قد فعلت الجرم المشهود؟ قال هارون وبسرعة: مولاي السلطان، ما شأن أحداث الماضي بما يحدث اليوم؟ ما قد مر فقد ولى. قطع ضرغام الكلام وقال مواجها الكلام للسلطان: لقد قلت بنفسك يا مولاي أمام الشعب أن اليوم هو يوم كشف الحقائق، وأنه قد وصل إلى علمكم جرم قامت به الأميرة نورهان، وقد كان التاجر هارون خير صديق لكم، وهو في البداية من كشف هذا الجرم للأميرة نورهان، والآن هو من كشف هروب الأميرة. قطع السلطان ياقوت كلام ضرغام وقال: أعلم ما قد قلته بنفسي يا هذا، وسوف أجيبك ما سألت. وصل التاجر هارون خطابا يقول أن الأميرة نورهان سوف تلتقي برجل أجنبي في مكان محدد في يوم كذا بعد الغروب. وعلى الفور جاء الرجل يحذرني ويخبرني، وعندما ذهبت مع الحرس فوجئت فعلا بوجود زوجة الأميرة نورهان في ذلك المكان، وتأكدت من الجرم المشهود، لذا قمت بطردها من القصر فورا وتكتمت الخبر حتى لا تحدث حرب بين المملكتين. أخرج ضرغام من جيبه خطابا وقال: وهذا خطاب قد وصل إلى الأميرة نورهان من ابن عمها التاجر هارون وبنفسه، يخبرها أن زوجها الملك ياقوت يتعرض لخيانة عظمى من أحد المستشارين، وإن أرادت معرفة الحقيقة عليها أن تلتقي بهارون في مكان ما ومحدد وقت الغروب بالضبط، فإن كان المكان المذكور في هذا الخطاب هو نفس المكان الذي ذكر فهذا دليل على أن الأميرة نورهان كانت ضحية مؤامرة، وأنت كذلك يا مولاي. انتفض الملك ياقوت من مكانه وخطف الرسالة من يد ضرغام ونظر إلى المكان المذكور فيه، وقد تأكد من صدق ضرغام، وسرعان ما انتفض التاجر هارون وقال: هذا خطاب ملفق وبكل تأكيد يا سيدي، من أنت أيها الشاب؟ قال الملك ياقوت وبدهشة: كيف وقع ذلك الخطاب في يدك؟ قال ضرغام في فخر واعتزاز: أنا ضرغام ملك الغابة، ابن الأميرة نورهان، والتي كانت حاملا من الملك ياقوت. خيم الصمت على المكان وكل ينظر إلى ضرغام، والذي أردف كلامه يقول: فكما خاف الملك ياقوت من اندلاع الحرب بين المملكتين وسعى في السلام، كذلك فعلت الأميرة نورهان فلم تعد إلى مملكتها ولم تخبر أحدا عن الظلم الذي تعرضت له، وتحملت المهانة والهوان وعاشت على أطراف الغابة في رعاية بعض الفقراء الصيادين، وقد تربيت معهم. وبعد 20 عاما أراد الله أن أبحث عن ملابس نسائية للأميرة ريهام حتى تبدل ملابسها الرثة القديمة التي كانت تتنكر بها، فإذا بي أعثر على هذا الخطاب بين أغراض أمي، ومن هنا علمت الحقيقة وجئت مع الأميرة المغدور بها. قالت ياسمين ابنة التاجر هارون وقد انهالت الدموع من عينيها: أرجوك يا مولاي، أنا لا أعلم شيئا عن هذا، لم أكن حتى قد ولدت في ذلك الوقت، كل ما أعلمه وكل جريمتي هي مساعدة والدي في إقناع الأميرة بالهرب وأن أكون بديلة لها، حتى لم أعلم أنه حاول أن يقتل الأميرة،
لقد أخبرني أنها ستكون بخير وأنه بنفسه سوف يساعدها على الهرب. قال السلطان ياقوت: لا أريد أن أسمع كلام أحد هنا. هل تريد أن تقول إذن يا درغام أنك والدي الكبير ابن الأميرة نورهان؟ قال درغام: نعم أنا أيها السلطان. قال السلطان وبسرعة: وأين هي الآن؟ قال درغام وبحزن: ماتت يا سيدي، ماتت منذ سنوات، وعشت بعد ذلك في الغابة وجعلت منها وطنا لي. انهمرت الدموع من مقلتي الملك ياقوت، وقد علم أنه قد ظلم الأمير نورهان ظلما فادحا، وأنه لا سبيل الآن للتكفير عن هذا الذنب. وقتها أدرك هارون أن كل الحيل والخطط التي كان قد دبرها ليوقع بين المملكتين في بعضهما قد فشلت، وأن حيلته القديمة قد انكشفت، فحاول الهرب ولكن الحراس كانوا له بالمرصاد، وتم اقتياده إلى السجن كما أمر السلطان. وبعد صمت طويل جلس السلطان ياقوت مع درغام وولده حسن وفي وجود الأميرة ريهام ووصيفتها ياسمين التي كانت تبكي بلا انقطاع، ينظرون إلى بعضهم البعض، والوقت يمر والأفكار تعصف بهم وتدور. وأخيرا وقف درغام وقال: إذا سمحت لي يا مولاي. قال السلطان: أنت ولدي يا درغام، أنت الأمير وولي العهد، أطلب ما شئت. قال درغام: أتمنى أن ترسل في طلب السلطان سمعان وأن تحسن استقباله وأن تصلح ما بينكم، فهو في الأول والأخير خالي وأنا ابن أخته، وأرى والإذن لك طبعا يا مولاي أن تعفو عن ياسمين، فقلبي يحدثني أنها كانت ضحية لطمع والدها، وأرى في عيون حسن أخي الصغير أنه معجب بها، وأرى أن تعفو عن زواج الأميرة ريهام، فهي مجرد فتاة بريئة لا خبرة لها ولا تصلح لشؤون الملك. قال السلطان وقد كان الندم يملأ قلبه: وأنت يا ولدي ألا تريد شيئا؟ قال درغام وهو يبتسم: وماذا أريد غير حق والدتي، وقد تمكنت من إثبات براءتها وتشريف جبهتها، كما أن لي غابة كاملة أحكمها، فأنا ملك على الغابة. تبسم الجميع من جواب درغام. وفي خلال أسبوع حضر السلطان سمعان وسمع الحكاية كلها، وعلم بشأن درغام وشقيقته نورهان الأميرة والمظلومة الراحلة. بكى السلطان سمعان كثيرا لأنه قد ظن في شقيقته الراحلة السوء وصدق الافتراء عليها، وضم ابن أخته درغام إلى صدره وطلب منه أن يعود معه إلى مملكة النعمان ليكون أميرا فيها، ولكن درغام تبسم مرة أخرى وقال: وهل تقبل إن كنت مكاني منصب الأمير إن كنت ملكا بالفعل؟ قال السلطان سمعان وقد علت ابتسامة على وجهه: إذن فلا مفر لدي من أن أطلب منك مباشرة أن تكون ابنتي ريهام ملكة الغابة والتي تحكمها. ضحك درغام وقال: إنها لا تصلح يا سيدي، فهي رقيقة للغاية. وهنا ولأول مرة تتحدث الأميرة ريهام وتقول: لا ترفض، أرجوك يا درغام أريد أن أكون معك. صمت الجميع ونظروا للأميرة والتي نطقت بما في قلبها وقد أدركت ما فعلت، فكسى الخجل وجهها وازدادت ابتسامة درغام. وبالفعل تزوج درغام من الأميرة ريهام والتي انتقلت لتعيش معه في الغابة في عرينه، وساد السلام بين المملكتين، مملكة الزمرد والتي حكمها الأمير حسن وزوجته ياسمين بعد والده ياقوت، ومملكة النعمان
التي حكمها السلطان سمعان، وجاء من بعده الملك ضرغام وزوجته الأميرة ريهام، وقد عاشوا جميعا ردحا من الزمان في سلام وأمان وحب ووئام. انتهت الحكاية.